آدم، لحد إمتى يا آدم؟ ليه بتعمل كده في نفسك؟ بس تعبنا قوي من دول. لا يا جدع، خد دي الواحدة منها على الأقل بنكلة. ايدك متلجة كده ليه؟ مش هنروح؟ طب اسمع، انا عندي اقتراح هيعجبك قوي. على الاما في واحد حلاق فارش على الارض، انما ايه، لقطه تاخد دقنك وبعدين اعزمك على السينما على حسابي. لو كان في فايده كنت سبتك. صدقني يا ادهم، اللي بتعمله ده غلط. اتضايقت، أنا خايف عليك. لازم تعرف بقى إن الحي أبقى من الميت. درية ما ماتتش، فاهم؟ ما ماتتش. عارف، عارف إنها ما ماتتش، عارف إنها عايشة وهتفضل عايشة، بس أنت كمان لازم تعيش. يلا أدهم. سيبك شوية. لا انت محتاج للنوم.
طوعني. وإيه فايدته؟ ما خلاص. هو الشاي اتأخر كده ليه؟ أنا خرمان قوي. اتفضل. متشكرين يا ست سميحة. ربنا يجيبها سليمة. لسه يا صلاح؟ لسه يا أمه. يا قلبي يا شاي بنج. خد يا عمنا. مش عاوز. ايه ده؟ امال الشاي ده اتعمل لمين؟ لا ما انا ما اقومش واروح واجي واشغل امي واختي وانت ترجع تقول لي مش عايز. قلت لك مش عاوز يا صلاح. طب خد دي. لا انت اتغيرت يا ادهم. اتغيرت. انا مقتنع بكل اسباب التغيير اللي حصل لك، لكن انت اتغيرت معايا. ايوه كنت دايما تسمع كلامي بتثق فيا، دلوقتي بقيت احس اني غريب عنك. كنت دايما بتكره الياس بترفضه. أنا مش يائس يا صلاح. أنت بتقتل نفسك بإيديك. أنت أصلك معرفتش الحب. مفيش حد بيموت نفسه عشان حد تاني. تحب أقتل نفسي عشان تقتنع؟ وأنت لسه ما قتلتش نفسك. لو كنت أنت اللي مت كانت هتموت علشانك. يا ابني مفيش واحدة بتموت نفسها عشان واحد. صلاح أرجوك. أنا عاوزك تفوق. عاوزك تعرف إن مفيش واحدة في الدنيا تستاهل ده كله. حتى لو كانت ملاك زي ما أنت فاكر. يعني ايه زي ما انا فاكر؟ يعني غلط اننا نصور الانسان على انه ملاك. درية ما كانتش ملاك يا ادهم. صلاح ما كانتش ملاك. كفايه صلاح. درية انسان، مجرد انسان يا ادهم. انا خارج. برضه زعلت؟ لا ما هو اسمع بقى، انت تزعل تتخانق تضربني كمان مش هسيبك. ارجوك يا صلاح. شوف يا ابني، اذا كنت فاكر انك هتقدر تخليني اسيبك وانت في الحاله دي تبقى غلطان. أنا مستعد أروح فيك تأبيدة ولا سيبكش. مالك يا ادهم؟ في ايه؟ ادهم في ايه؟ ادهم ايه في ايه؟ كوبايه ميه بسرعه ماما. قوم اطلب الدكتور يا صلاح. خليكي جنبه. فوق يا ابني، فوق يا حبيبي. ادهم. الو دكتور سعيد من فضلك. دلوقتي هيهدى وينام كويس ويبقى عال. شكرين يا دكتور. العب اتفضل. مين درية؟ كانت مراته. واضح انه كان بيحبها قوي. كان بيعبدها. ليه بيقول انه قتلها؟
لأنه سابها تخرج لوحدها وتسوق العربية وهي لسه ما اتعلمتش كويس وماتت في الحادثة. عشان كده حاسس بالذنب. أيوه. انتوا صحاب من زمان؟ احنا أكتر من الإخوات. يبقى هتقدر تساعده. أنا جبته هنا عشان أبعده عن جو الشقة بتاعتهم. كويس قوي. بس تقدر تساعده أكتر وتنقذه من اللي هو فيه. إزاي؟ حاول تخرجه من الجو اللي هو فيه وتدخله في جو تاني. بس المهم إنك ما تسيبوش لوحده. أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أنقذه يا دكتور. ربنا يوفقك. أستأذن أنا. مع السلامة. اتفضل. الله الله الله، إيه ده؟ رايح فين؟ رايح فين يا ابني؟ عايز أروح. طب اهدى بس وانا الصبح اوصلك. لا روحني. مش معقول ده احنا بالليل. تعال روحني. اسند. لا حول الله يا رب. عايز اروح. Thank you.
ولا ولا بص بص ما تجيبه لحياتي، ما تجيبه اي حاجه امسكها ولا يلا. احب الكابوريا بالمايو ولا ولا. طب قوم علقهم لي وارجع تاني. ايه ما انت حلو بالبدله اهو. حد يجي البلاش ببدله؟ طب استنى استناني على ايامي عملت حسن ابني. استنى شويه استنى استنى استنى. ايه يا اخويا الهباب اللي انت جايبنا فيه ده؟ ايه هتنتحر؟ اسمع يا صلاح. نعم. انا عارف ان اللي بعمله ده غلط. ما انا بقول لك مش راضي تسمع كلامي. قوم بقى نرجع للبنات. يا اخي اسمعني. اتفضل. عاوز تقول ايه؟ انا عارف اني معطلك وتعبك معايا من غير ما يكون لك ذنب. ايوه دخلنا في الهيافة. انا لقيت الحل يا صلاح. عظيم. ايه هو؟ السفر. علي النعمة عين العقل. نروح حتة غير فيها الهوى. نروح أسوان مصر القديمة ولا أقولك زنقة الستات. أنا عايز أهاجر يا صلاح. نعم تهاجر. الحل الوحيد إن أعمل هجرة وأسيب البلد. اهو احنا كده يا ولاد العرب. انا عارف بس بيعلموكوا ايه في المدارس. اقولك يا اسطى. حتين بقى يا جدع اسمع في سهره تجنن. اطلع يا اسطى. قلت لك عايز انزل يا صلاح. يا جدع يا احمد اشمعنى انت مدوخني معاك؟ ارجوك سيبني لوحدي وروح انت مطرح ما انت عايز. وقف يا اسطى. ها خليك ماشي يا اسطى. ما ترسوا على بره وتخلصونا. قلت لك وقف يا اسطى. وقف يا اسطى. وقفنا. تعال تعال. بقول لك سيبني يا صلاح. وبعدين بقى انا استحملتك كتير. اتفضل خش يا اخي. قلت لك سيبني. الله الله الله. هي حصلت الضرب ولا ايه كده برضو؟ اسف اسف. ده انا هشرحك. انجر قدامي. صلاح انا يا ابني اسكت ما تلمش علينا الناس. اتفضل. صلاح انا اسف بجد ما كانش. اطلع يا اسطى. على فين يا بيه؟ تراب الغفير يا اسطى. ايه ما تخش. لا لا انا هقعد هنا. اتفضل.
لا 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 اقعدي هنا على ما اجيلك. رايح فين؟ هشوف ابن خالتي، اصله جاي امبارح من البلد ومعقول. ايه مالك؟ ملبوخ ليه؟ يا ابن الايه؟ انت بيك كنت بتوزعني. تعرفه من زمان؟ انت بتهبل تقول ايه؟ اظن هتقولي معرفهاش. دي بتبصلك قوي. يلا بينا تاني. انت يا ابني عايزني اسيك؟ عاوز تستنى انت خليك، انا همشي. امر الله، اسربك وارجع تاني. اتفضل اخويا. ما اتفضل بقى كده. طب فهمني، انتوا ما تعرفوش بعض ولا ايه؟ اسمحيلي اقدم لك ادهم خطاب، ابن الحاج خطاب مصطفى، من كبار الاقطاعيين اللي بيمصوا دم الشعب. اما انا بقى فعمك.
خرجتي؟ اتضايقتي من حاجة؟ كان لازم أقوم. الواد اللي كان بيشرب من الإزازة؟ تعرفيه؟ ضايقك في حاجة؟ ما اتضايقتش منه، اتضايقت من الإزازة. مع إني أعرف إن المحل ده مش للشرب. لو كان في شرب ما كنتش دخلته. آه. آسف. أول مرة تروح هناك؟ المرة الأولى والأخيرة. ليه بتقولي الأخيرة؟ عشان هي الأخيرة. لكن غريبة انك تروحي هناك لوحدك. كان لازم. لازم اروح. انا مش فاهم. ليه بتقولي كان لازم؟ عشان انت كنت هناك. انا بالذات. انت بالذات. ده المكان اللي انت بتحبه؟ انت مين؟ أنا مش فاهمك. غلطتك. غلطتي؟ أنت مين؟ طب اسمك إيه؟ الاسم مش مهم. لكن أنا لازم أعرفه. سميرة. سميرة؟ سميرة عبد الله. بس أنا ما سمعتش بالاسم ده قبل كده. حضرتك تعرفيني أكتر من نفسي. بس أنا ما أعرفكيش. أنت تعرفني، أكيد تعرفني، بس أنت مش فاكر، مش عايز تفتكر. طب فكريني، اتقابلنا قبل كده؟ عرفنا بعض؟ كنا قريبين في السكن مثلا؟ كنت أطيب شاب في الكلية. الكلية؟ نسيت؟
الجامعة يعني؟ كنا مع بعض في جامعة؟ أحلى أيام العمر. أحلى أيام العمر؟ عمري. لكن أنا أنت مش فاكر حد إلا درية. أنت تعرفيها؟ تبقي لازم تعرفيني. بس أنا ليه معرفتكيش؟ لأنك ما كنتش بتشوف غير درية. درية صممت ما تشوفش غيرها ولا تسمع لأي صوت غيرها. كنت متصور إن الحياة ملهاش أي وجود من غير درية. وبالطريقة دي نحقق اللي احنا عايزينه ونعبر عن نفسنا ونرفع صوتنا علشان يسمعوا كل الناس. ولو حققنا اللي احنا عايزينه يبقى احنا بالضرورة بنحقق ذاتنا. احنا لازم نرفض اي شيء غلط، لازم نرفض التسيب والانحلال، لازم نجابه الحياة بقلوب مليانة عزم وتصميم وإيمان. يعيش فتحي سالم. يعيش فتحي سالم. يعيش فتحي سالم. يعيش فتحي سالم. بلا فتحي سالم بلا بتاع بقى. لازم نناقش كل شيء بيحصل. الحوار مطلوب. الحياة أساسا حوار، ولو اختفى الحوار من حياتنا يبقى الحياة ملهاش وجود. احنا لازم نتعلم ازاي نفكر صح ونشتغل صح. أيوة، لأنه هيجي اليوم اللي نتولى فيه مسؤولياتنا ونحتل المراكز القيادية اللي نحكم بها بلدنا. احنا فعلا ياد لازم نحكم البلد، وانا هاخد وزاره التمويل. العالم كله بيتحرك واحنا بنقزقز لب. ايه؟ بندخل السينما علشان نقزقز لب، بنتفرج على التلفزيون واحنا قاعدين نقزقز لب، بنركب الاتوبيس واحنا بنقزقز لب. فليصمت اللب. فليصمت اللب. فليصمت اللب. فليصمت اللب. ما تقول حاجه يا اخي. طلع يا السوداني. قفلوا المكتبات وفتحوا بدلها دكاكين لب. مفيش ناس في العالم كله بيعملوا زينا في استهلاك اللب. هو الواد ده بينه وبين اللب طر. ما تخليك في حالك يا جدع. اسكت اسكت. ما انتوش سامعين بيقول ايه؟ هو بيتكلم في السياسه ولا في اللب؟ يا اخي مش قصده عليك. قال لك ايوه بس ده بيبص لي انا. يا جدع اترزع بلا وجع دماغ. اصل الواد ده ابو فتح مقلب. انا اللي غيظني ان الواد من دول يخش الاتحاد وهو مشانير وبيجي الكليه بملابس تنكريه، يوم والتاني تلاقيه لابس اللي على الحبل واخر الاجر. انا كمان مفيش حاجه بتنقطني قد الانتخابات اللي بتحصل دي. يا جدع اتنيل انت دريان بحاجه، كفايه عليك المام بتاعك. مام دكتور رؤوف. دكتور رؤوف. ايه يا اولاد، في حد فيكم سكتي؟ انا يا بيه. انا يا بيه. وانا كمان. درية بقول ايه، ما تستني معايا وانا اوصلك. ما انت عربي ده بنت صالح، وبعدين ماما تعبانه ولازم اروح لها بسرعه. باي باي. عيال جاهزة يابا، بيرسموا على أعمال السنة عشان يجيبوا تقدير. ما تتنيل يا بتاع اللب. سميرة مالك؟ مفيش، شوية صداع. افتكرت افتكرت، أنت كنت معانا في الكلية. متهيألي شفتك. ضروري شفتك. وآه وألفت قابلتها قريب، كان معاها واحد يمكن جوزها او خطيبها معرفش، بس كانت لابسه اسود وباين عليها حزينه قوي. ألفت كانت بتبصلي، حسيت انها عايزه تكلمني، عايزه تقول لي حاجه، ولا جايز تهيألي. لكن انت شكلك اتغير قوي عشان كده ما عرفتكيش. وجايز لغاية دلوقتي مش فاكرني كويس. لا فاكرك فاكرك، بس يعني قصدي في ناس كتير بنقابلهم في حياتنا وبنعيش معاهم، بس لما بنقابلهم تاني ما بنعرفهمش. مش كل الناس. يمكن الأيام بتخلينا ننسى. كل غلطة بتحصل بتنسبوها للأيام عشان كل واحد يداري أخطائه. تقصديني بالكلام ده؟ أقصد الإنسان. أنا ما كان ليش أخطاء عشان أنسيبها للأيام، بالعكس أنا طول عمري كنت عايش في سعادة.
عرفت السعادة ولا الوهم؟ الوهم؟ لا طبعا، الوهم ده بالنسبة للفاشلين اللي فقدوا السعادة، لكن أنا عرفت السعادة الحقيقية، عرفتها مع درية. كانت هي السعادة؟ لو كان في شيء أعظم من السعادة يبقى هو درية. مش يمكن بتبالغ؟ أبالغ؟ أنا أتحدى أي إنسان شاف السعادة اللي شفتها، أتحدى عشاء العالم، أتحدى العالم كله. عنيد؟ لا. الحب العظيم بيخلق الإنسان العظيم. بجد؟ هوبا. ازاي كنت سعيد؟ لا، كلمة سعيد مش كفاية، السعادة عمرها ما تتوصف بالكلام. عشت أحلى أيام عمري، لكن ليه الأيام الحلوة ما بتدومش؟ ليه التعاسة بتواجهنا؟ ليه؟ عرفت التعاسة؟ مفيش مخلوق في العالم عارف التعاسة زي ما عرفتها. ليه بتدي للأشياء حجم أكبر من حجمها الحقيقي؟ درية سابتني، 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 سابتني لوحدي. ليه ربنا خدها مني؟ ليه؟ مسكين مدري، حطمني، حطمني.
حطمت نفسك بنفسك. حطمت نفسي بنفسي. مسكين مسكين. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ خسارة. قديه الانسان يحب يتعذب ويخلق من نفسه شهيد او ضحية. انا مش فاهمك. هي دي مشكلتك، ضحية اللي عمرها ما حبت غير الجلاد. انت عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقولك فوق، اخرج من اللي انت فيه، واجه الحقيقة ولو مرة واحدة في حياتك. اي حقيقة؟ كذابة كذابة. درية أشرف منك أشرف منك. استني عندك. استني عندك. أنا كشفتك على حقيقتك، أنت حاقدة عليها، بتغيري منها. حد يغير من إنسان ميت؟ يحقد على إنسان ميت؟ أمال ليه قلت كده؟ مش الأحسن تعرف الحقيقة؟ الحقيقة الكدابة اللي اخترعتيها. كنت خايفة عليك، أشفقت على حياتك اللي ما عشتهاش. كنت بحبك. عمري ما حسدت حد ولا حقدت على حد. كنت بحبك، منيت لك السعادة مع أي حب حقيقي تقابله. ما كانش ليا أي غرض، وكنت عارفة أني مش هقدر أوصل لك. كل اللي تمنيته أنها تحبك وتدي لك نفس الحب اللي اديته لها، حب شريف طاهر من غير أي دنس أو غدر. لسه بتقولي غدر؟ برضه عنيد. فاكر الرحلة؟ أي رحلة؟ رحلة أبو قير. عمري ما هنساها. برضو كانت أحلى أيام عمرك. أنت قصدك إيه؟
فين؟ مش عارف. لما نوصل على البر انا ولا يهمك. ايه ده؟ الله ايه اللي حصل؟ ليه انا ما فهمتش كده في ساعتها؟ وليه انت ما قلتليش لو كنت بتحبيني زي ما بتقولي؟ كنت خايفه عليك، ومع ذلك حاولت اكلمك ما قدرتش. كان لازم تقوليلي. ما كنتش هتصدقني ولا كنت هتسمعني. كان ممكن تعمل اي حاجه ضد اللي يقف قدامك او يواجهك، لكن دلوقتي لما لقيتك بتتعذب علشانها ما قدرتش وكتلك. بس كان لازم اعرف، كان لازم اعرف، كان لازم اعرف اكتر من اللي عمله صلاح علشانك. مش معقول والله. صلاح تعالى. اتفضل. دريه قومي معايا. في حاجة؟ عاوزك في كلمة. دريه. طبعا اذنكم يا جماعة. ايه الحكاية؟ حصل ايه؟ الله ما تتكلمي يا صلاح، في ايه؟ كل ده ولسه بتسألي؟ مش عارفة؟ أنا مش فاهمة حاجة، ما تفهمني ايه اللي حصل؟ أقدر أعرف أنت بتعملي ايه هنا مع شوية العيال دول؟ وإيه اللي يهمك في كده؟ أقدر أعرف؟ أصحابي. أصحابك؟ عارفة لو أدهم عرف؟ مالكش دعوة بأدهم. طب أنا هفهمه على كل حاجة. ما تقدرش. ما أقدرش؟ أيوه ما تقدرش. أدهم بيحبني وأنت بتغير منه، بتغير من حبنا. أنا أغير من أدهم؟ كلكوا بتغيروا مننا وأنت أولهم. اسمعي بقى، الحركات دي ما تخلش عليا، فاهمة؟ لازم تفهمي كويس إن أنا مش عايز أصدمه في حقيقتك. أنا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقة دي، أنت فاهم؟ ما اسمحلكش. افتكرت ليه قالك بلاش تتسرع؟ ليه سألك؟
هتلاقي معاها السعادة ولا لا. وانا اللي كنت خايف عليها. يوم الحادث ما عرفش ليه قلبي كان حاسس ان في حاجة هتحصل. قلت لها ما تروحيش لوحدك، ما تسويش العربية. صممت وخرجت وماتت موتها أثر فيا. كان أفظع مفاجأة واجهتها في حياتي. ما كنتش بنام بعد اللي حصل، كنت بتعذب. حسيت إن السبب في موتها وإني قتلتها. أيوه قتلتها. لو كنت رحت معاها يمكن ما كانتش ماتت. لو كانت حاسه انك هتروح معاها ما كانتش هتخرج. بالعكس انا اللي ما كنتش فاضي. كانت عارفه انك مش فاضي، كانت متاكده انها هتخرج لوحدها. تخرج من غيري؟ ايوه كان معاها ميري صاحبتها. انت متاكد ان ميري كانت معاها؟ متاكد. انتي عايزك ما تحكمش على شيء مش متاكد منه. انت ايه اللي تعرفيه بالظبط؟ مش كفايه اللي عرفته؟ لازم اعرف كل شيء. حتى لو كان فوق احتمالك. لازم اعرف كل شيء. كانت رايحه فين؟ رايحه لمين؟ عليك دورية ماتت. خاينة خاينة. حرام. خاينة. لا خاينة. أدهم خاينة. أدهم خاينة. Thank you.
عايزني اندم عشان قلت لك الحقيقه؟ انا ما جيتلكش الا علشان اعزيك واخفف عنك لما عرفت حاله الضياع اللي انت وصلت لها. عشان كده رؤوف كان حزين، قال لي سامحني يا ادهم، وانا زي الحمار ما فهمتش. ليه ما فهمتش؟ ليه؟ ضريه ماتت يا ادهم، انت عايش، لازم تهتم بنفسك وبحياتك. تهمك قوي حياتي؟ لو ما كانتش تهمني ما كنتش جيتلك. ومش هتقدر تفهم انا عملت ايه عشان اقدر اجيلك. يا ريتك ما جيتي، يا ريتك ما قلتيلي على حاجه، يا ريتك سبتيني على عمايه. والحقيقه ما ماتت، اعمل بيها ايه الحقيقه بعد ما ماتت؟ الحقيقه عمرها ما تموت، يمكن يتأخر ظهورها لكن عمرها ما تموت. كفاية كفاية. ادهم عايزة ايه تاني؟ مش كفاية؟ مش قلت كل حاجة؟ مش دي الحقيقة اللي عايزاني اعرفها؟ اديني عرفتها عرفتها. سيبيني لوحدي بقى، سيبيني لوحدي. أنا فعلا حسيبك. بس قبل ما أمشي لازم تعرف الموت مش هو الحل. طعم الحقيقة مر بس لازم نواجهه، لازم نواجهه. سميرة استني يا سميرة. سميرة اعذريني غصب عني، انت غريبة قوي، علمتيني حاجات لو عشت عمري 10 مرات ما كنتش هتعلمها ولا هعرفها. كفاية تعيش مرة واحدة وانت تعرف، مرة واحدة لكن تعيشها صح. استني ارجوك سميرة، انا محتاج لك. ما عادش في شيء هقدر اديهولك. بس انا مش عاوزك تمشي. مش بايدي. انا محتاج لك يا سميرة، ما بقاش في حد غيرك يحس بيا ويساعدني. ارجوكي ما تتخليش عني. يا ريت كان بايدي. طب ارجوكي اديني فرصة. انا مش عارف اروح فين، ما بقاش في مكان اروح ولا ليا حد مستنيني. الوقت متأخر. أنا مش هعطلك. الوقت اتأخر. بس أنا لازم أتكلم معاكي. أنت لحد دلوقتي ما كلمتنيش عن نفسك. نفسي. كنت فين يا سميرة؟ رحت فين؟ سافرتي؟ اتجوزتي؟ انا ما شفتكيش من ساعه ما اتخرجنا، مع اني شفت كتير من اللي كانوا معانا، وشفت ألفة كانت لابسه اسود. كنت فين يا سميره؟ كنت هناك. فين؟ هناك. ارجوكي انا مش فاهم ليه مش عاوزه تتكلمي. الوقت اتاخر. ارجوكي اتكلمي. لو تعرف اللي قسيته عشانك ما كنتش تلومني عشان خايفة على حياتك. أنا تعذبت كتير، تعذبت كتير عشان حب عشته من غير أمل. غلط يا سميرة، غلط غلط إنك تسيب الفرصة دي. نادر مهندس محترم ومركزه كويس، مش معقول تفضلي معلقاها على طول. مش ذنبي يا ألفت، مش ذنبي. انت بتستسلمي الامل مستحيل. نادر بيحبك
عاوز يتجوزك. انا مش عايزه اتجوز. اللي بتفكري فيه غلط. البنت مننا لما تحب لازم تسال نفسها بيحبها ولا لا. اللي بيحب يا سميره بيتمنى الجواز، وانتي ما تقدريش تتمني الامل ده. عارفه وعارفة انه خطب درية. عارفة. وعارفة انه هيتجوزها. عارفة. يبقى لازم تفوقي من الوهم اللي انت فيه. قبل ما نحلم لازم نعيش الظروف علشان ما نحلمش بالمستحيل. كويس كده؟ قلت لك بيتمرر عشان نصلح الطقم اللي جوه وبرضه طنشتي. هو انا يعني كنت عارفه انه مستعجل كده يا عبد الله؟ يا وليه، هو انا مفيش كلمه قولها لك كنت تسمعيها ابدا؟ طب وطي حسك، الراجل جوه. طب هو الراجل جه قبل ما نصلح الطقم، ازاي الحال بقى؟ كلها يومين وهنقبض الجمعيه وابقى اصلحه زي ما انت عايز. المهم دلوقتي خش للراجل ما تسيبوش كده لوحده. جيبوا له كاسوسه ولا حاجه يشربها. امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ خش انت بس، خش. وازاي الحال دلوقتي؟ سميرة بنت طيبة، مش معقول ما تقفش جنبنا وتسمع كلامنا. ده عريس محترم، ده اداني سجارة مستوردة خلاني كحيف. تضحكي والله ما تحسين بحاجة. المهم لبستيها ولا لسه؟ يا راجل روح بقى. عادل تعالى هنا. ايوه يا بابا. خليك تحت جنب العربية. العربية كبيرة. قر بقى قر. سميرة الله. مش هتلبسي يا بنتي عشان تخشي تقابلي عريسك؟ يلا حبيبتي يلا عروسة يلا يلا عشان خاطر ماما. لا مؤاخذة يا ابني، البيت بتاعنا مش ولا بد. انت عارف الخلوات اللي طلعونا فيها اليومين دول. يا عمي انا ما يهمنيش البيت، انا جاي لكم انتم، وعارف كويس انا جاي لمين. ربنا يخليك يا ابني، والله ما احنا عايزين غير الستر. تعرف يا ابني صدقني على ايامنا كانت الشقة من دول تفضل فاضية بالسنة ولا حد يهوب ناحيتها. ابونا كان يدلل عليها علشان يسكنها. اي والله. حر حر. افتح لك باب البرندة اجيب لك شويه هواء. ايه ده؟ انت لسه بتتمشي؟ اوف اوف يا وليه يا وليه، حفطس من الحر. امال فين سميره؟ نفسها غم عليها شوية. هي نفسها ما تغمش عليها لما تيجي سيرة الجواز؟ حد يتغمم من الفرحة يا ناس؟ بس وطي حسك، اوعى. ده انتوا اللي بتخلوني اعلي حسي. الله، انتوا عاوزين تنقطوني. تحت امرك يا بابا. ربنا يسعدك يا بنتي. سميرة بعد ما اخش انا تيجي ورايا على طول. حاضر يا بابا.
مبروك يا سميرة، مبروك يا حبيبتي. مكسوفة مني؟ Thank you.
سميرة سميرة تفضلوا. يزيد فضلك يا ابني. تفضل يا عم. ما شاء الله ما شاء الله. معلش يا ابني احنا جمالكم في وقت غير مناسب، بس قلنا يمكن تعوزوا حاجه. اهلا بيكوا يا عمي. اصل يا سيدي خالتك ام سميره صممت تعمل لكم الحمام المعتبر، قلت والله فكره. اسالني انا يا ابني عن اكل الحمام، ده الحمام ده. اما اروح انا اشوف سميره. ايوه يا اختي روحي اوصيها روحي، بس ان شاء الله هتقول لها معلومات غلط. سرحانة في ايه؟ عارفة يا سميرة؟ أنا قلبي حاسس إن وشك هيكون حلو عليا. المشروع اللي اتمنيته طول عمري وافقولي عليه، وهبتدي في تنفيذه بعد شهر العسل على طول. ولو إني متأكد إن أيامنا كلها هتبقى شهور عسل. سميرة مالك؟ قمتي من على الأكل ليه؟ تعبانة شوية. أطلب لك دكتور؟ لا أبدا أنا كويسة، شوية صداع ودلوقتي حيروحوا. تحبي تستريحي شوية؟ يبقى أحسن. سميرة مش هتغيري هدومك؟ أسألك ليه بتعامليني بالشكل ده؟ لو مش سعيدة معايا صرحيني، قوليلي. المهم تتكلمي، تكوني شجاعة وتتكلمي. ما تتكلميش ليه؟ ليه بتحطيني في موقف المذنب اللي مش عارف إيه الذنب اللي ارتكبه؟ في حد تاني في حياتي؟ اتكلمي في حد تاني؟ اتكلمي. أيوة. مين هو؟ مش المهم مين هو. المهم إني ما أكونش خاينة. خاينة؟ هي حصلت الخيانة؟ مفيش مخلوق في العالم لمسني. ترضى عيش معاك وقلبي ملك الإنسان تاني؟ مين هو؟ لما يخرج من قلبي هقول لك هو مين. للدرجة دي مخلصة لك أكتر مني؟ للدرجة دي بتحبيه؟ لو ما كنتش مخلصة لك ما كنتش قلت لك، كنت خبيت عليك. احساسي بالذنب خلاني قلتلك، احساسي اني بخونك لمجرد اني بفكر في حد تاني. طب وانا؟ انا ذنبي ايه؟ ليه ما قلتليش من الاول؟ سامحني. بعد ايه؟ بعد ايه؟ وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنتصرف ازاي؟ هنقول ايه للناس؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، يا حرام عليك.
أنا شايف إن ما عندهاش أي أمراض عضوية، لكن أفضل إن إحنا ننقلها المستشفى نعمل لها تحليلات وأشعات عشان نقدر نعرف بالظبط عندها إيه. كل ده بسببي. كان تعبت يا سميرة، تعبت. لو كنت قابلتك من زمان، لو كنت قابلتك من زمان ما كنتش ايه؟ ما كنتش ايه؟ ما كنتش جيت لك دلوقتي. طب ما جيتيش ليه؟ كنت معاك في كل لحظة، كنت معاك بروحي. كان لازم أعرف. ليه ما بنفوقش إلا بعد ما ينتهي كل شيء؟ لو كنت أعرف. حتى إن عرفت ما كنتش هتغلط، حتى إن عشت من جديد كنت هتتغير. تعرف يا سميرة، متهيألي إننا ممكن نبتدي من جديد. نبتدي من النهاية. النهاية حصلت خلاص. أنا فقدت كل شيء، وإنتي متهيألي إنك ممكن تحتاجيلي. متهيألي إن أقدر أعوضك عن كل اللي فقدتيه. حتى الحياة فاكر إنك تقدر تعوضها؟ أكيد بردانة، خدي الجاكيت. مش محتاجة لها. معلش تدفيكي. ده احنا داخلين على الفجر. مش بقول لك وصلنا للنهاية؟ اصلنا مشينا كتير قوي، مش كده؟ ولسه الطريق طويل. هتمشي فيه لوحدك. لوحدي؟ ليه بتقولي لوحدك؟ انت هتكوني معايا. بعد ايه؟ رسالتي انتهت خلاص. سميرة، احنا ما كملناش الكلام. على فكرة احنا لازم نلحق نروح لصلاح، ضروري نعرفه، هيفرح قوي. لما تروح له انت قول له، ولو اني بنصحك بلاش، محدش هيصدقك. ليه؟ ساعات محدش يصدق الحقيقة. مش بتقول انه يعرف؟ بس ما يعرفش حقيقتي. سميرة، سيبنيش يا سميرة. مقدرش، لازم امشي. انت ساكنة هنا؟ ايوه. هتتأخري جوه؟
طب هشوفك ازاي وامتى؟ ما اعرفش. قولي لهم وتعالي، هستناكي. ما اقدرش اوعدك. انا خلاص ما بقاليش حد غيرك يا سميره. انا حبيتك يا سميره، بحبك. عشت طول عمري احلم بالكلمه دي، كان نفسي اسمعها. بحبك. دلوقتي ما بقتش عايزه حاجه. احنا لازم نتجوز، احنا ممكن نتغلب على الزمن، نواجهه نهزمه، بس تكوني معايا. هتلاقيني جنبك طول العمر، عمرك. بحبك. لو حسيت بالضعف افتكر اللي احتملته. بحبك. لو حسيت انك جبار في لحظة غرور فكر شوية وافتكر ضعفك، هتلاقيني معاك. هستناكي يا سميرة، هستناكي.